رح ناخذ يوم انتروداكشن لزد ترانسبورت. طلع لو عندي سيجنال راح اسمي السيجنال هذه ار اوف تي. ار اوف تي اصلها كونتينوس سيجنال از ا فانكشن اوف تايم. بدي اعمل سامبلينج على هاي السيجنال، يعني راح اخذ عينات من هذه السيجنال على الزمن مقداره او كل كابيتال تي، فكل كابيتال تي بدي اخذ عينه من هاي السيجنال اللي هي سامبلينج. بدي اخذ هدول العينات حتى نقدر نحلل هذا الاناليسيس هذا السامبلينج هون. راح بدي اخذ الفانكشن اللي هي اسمها دلتا فانكشن، والدلتا فانكشن مرت عليكم هي امبلس، مرات بنسميها امبلس فانكشن. تعريف الدلتا فانكشن او الامبلس فانكشن، دلتا تي occurs at time zero، تصير الزمن زيرو، نرمزها بالرمز التالي. وإذا بدي أحللها أكبرها بشكل أكبر حتى أشوفها مظبوط، هي عبارة عن function زي هيك، عرضها زيرو، ارتفاعها من هون والاريا تبعتها اللي موجوده هون هي واحد. يعني اذا بدك سمي هذه هون دلتا تي، اذا هذه دلتا تي هذا المستطيل شو مساحته؟ دلتا تي راح يكون بالهايت، سمي هذه اتش. اذا اتش دلتا تي ايش لازم تكون بتساوي دائما؟ واحد. اذا هي الليمت، يعني الليمت as delta t approaches. هاي الفانكشن رح يضل يصغر 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 هذا العرض من هون، والارتفاع يزيد لانه حاصل ضربه لازم يكون واحد، بس المساحه رح تضلها هي تخيليه. طبعا في الواقع انا ما بقدر اقربها، في الواقع اذا بدي اجيب دلتا فانكشن بدي اقربها بهذا الشكل. مثلا بدي اجيب سيجنال عرضها 1 مايكرو سكند وحتى تكون مساحتها واحد، ايش لازم يكون ارتفاعها؟ مليون. مليون مش هيك؟ يعني هي سيجنال تحصل لفترة قصيرة جدا ولها ارتفاع عالي جدا، هدول حاصل ضربهم مش واحد. مثال عليها، أبسط مثال عليها، لو أنت جبت شاكوش وإزميل ضربت على الإزميل بالشاكوش ضربة عالية قوية بس لفترة قصيرة جدا، وهذه أثرت على جسم، هذه أقرب ما يمكن ل، أو عمركم شفتوا الشوكة الرنانة؟ انت لما تضرب مرات على الشوكه الرنانه بتبدا ترن، عم تضرب عليها انت كانك عم تعطيها امبلس فانكشن. طيب اذا هذه الامبلس فانكشن راح نرمز لها بالرمز دلتا تي. ايش اللابلاس ترانسفورم تبع دلتا تي متذكرين؟ واحد. اذا دلتا تي اللابلاس ترانسفورم تبعها واحد. لو الان انا عملت لها شيفت هذه دلتا تي، لانه انا بدي اعملهم سامبلينج او اللي بدي اعمل فيهم سامبلينج هم مجموعة من الدلتا تيز. مجموعة الدلتا تيز هي ترين، ترين اوف دلتا تيز، ترين اوف امبلسز. والترين اوف امبلسز هذول راح يكونوا راح يحصلوا او راح يصيروا على اوقات مساوية لكابيتال تي. هاي المسافة هون بين الأولى والثانية هي تي كابيتال تي كابيتال تي، وكابيتال تي هي السامبلينج تايم. وحدتها طبعا السكندز ذا سامبلينج تايم. وعندي كمان لو كانت هذه من ماينس انفينيتي بلس انفينيتي، اذا عندي هذه. طيب هذه هاي السيجنال ايش الرمز تبعها او كيف بمثلها؟ دلتا تي مش هيك؟ هلا انا هون عملت شيفت بمقدار كابيتال تي، شو الفانكشن تبعت هاي راح تكون؟ واحد زائد تي. ها؟
دلتا تي في تي ماينس كابيتال تي، وهاي دلتا تي في تي ماينس 2 كابيتال تي، وهاي دلتا تي تي ماينس 3 كابيتال تي، وهكذا. اذا هذول راح يصيروا سيريز اوف امبلسز، دلتا تي دلتا تي ماينس كابيتال تي دلتا تي ماينس 2 كابيتال تي. وهون اذا بدي ارجع هون كمان هاي تكون دلتا تي بلس كابيتال تي. يعني هاي امتى الاوبراند اللي موجود هون راح يصير زيرو؟ لما تكون تي قديش قيمتها؟ ماينس تساوي ماينس تي، مش هيك؟ وهاي امتى راح تصير الاوبراند تبعها زيرو؟ لما تكون تساوي تي، لما تي تساوي كابيتال تي. اذا هاي موجوده هون وهاي موجوده هون، هذا بفسر ليش البلس هون والماينس هون. هذه متاخره بالزمن، هذه متقدمه بالزمن. اذا هذول هم السيريز هون. طيب نرجع نراجع باللابلاس ترانسفورم، الشيفتنج في التايم دومين باللابلاس ترانسفورم ايش بقابله بالفريكونسي دومين؟ اذا انا اجيت اخذت الفانكشن اف اوف تي ماينس تي نوت، وانا عارف اف اوف اس، قديش ايش الترانسفير فانكشن او اللابلاس ترانسفورم تبع هاي الفانكشن اللي موجوده هون؟ شو بعمل باف اوف اس؟ بضربها في اي تو ذا ماينس اس تي نوت. هاي خصيصا من خصائص اللابلاس ترانسفورم، الشيفتنج في التايم دومين ايش بقابله بالفريكونسي دومين؟ ضرب في اي تو ذا ماينس اس تي نوت، ماينس تي نوت ماينس تي نوت اي تو ذا ماينس اس. اذا هاي خصيصا مهمه من خصائص اللابلاس ترانسفورم، اللي هي شيفتنج في التايم دومين بقابله بالفريكونسي دومين، كاني بضرب في اي تو ذا ماينس اس تي نوت. اذا لو بدي اطبق هذا الشيفتنج على هدول، شو بصيروا هدول الفانكشنز الامبلسز؟ بتصير عندي طبعا انا عارف انه دلتا تي لحالها مقابلها واحد، دلتا تي ماينس كابيتال تي مقابلها واحد، بس بايش مضروب هلا راح يصير؟ اي تو ذا ماينس اس كابيتال تي، ولامدا او دلتا تي ماينس 2 كابيتال تي مقابلها اي تو ذا ماينس 2 اس كابيتال تي، ودلتا تي ماينس 3 كابيتال تي مقابلها اي تو ماينس 3 اس كابيتال تي، وهكذا. اور ان جنرال عندي دلتا تي ماينس ان تي، بس ان ايش لازم يكون؟ عدد صحيح انتجر، مش هيك؟ بيكون هول نمبر انتجر، لانه هذه 1 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4. اذا ان اذا انتجر بعدين رح نشوف انه رح يكون بوزيتيف انتجر، هاي تقابلها اي تو ذا ماينس ان اس تي، وهاي نتيجة. طيب نيجي نطلع على هاي اللي بنعملها احنا سامبلينج، نطلع على الفانكشن الاصلية ار اوف تي. ار اوف تي قديش قيمتها عند هذه النقطة؟ ايش هذا الزمن هون؟ تي. اذا هاي ايش راح تكون؟ ار اوف كابيتال تي. الزمن هون قديش؟ ار اوف 2 تي. اذا هاي ار اوف 2 تي، هاي ار اوف 3 تي. إذا لو أنا بعمل سامبلينج كأني بدي أضرب هاي الفانكشن بالقيم هاي اللي موجودة فيها، لأنه هون أنا هاي القيم ما بتهمني. ليش؟ لأني راح أضربها في إيش؟ هون قديش قيمة الفانكشن هاي؟ زيرو 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 زيرو، هذول كلهم راح يحطوا. مين اللي بيهموني؟ اللحظة اللي وجدت فيها الدلتا تي، اللي الدلتا تي في لها قيمة موجودة، فهذيك اللحظة شو راح نقرأ من هون؟ راح نقرأ القيمة تبعت هاي السيجنال أو القيمة تبعت هاي السيجنال. إذا راح أقول إنه آر سامبلد، يعني هاي الستار رح احطها رمز لايش؟ للسامبلينج لار اوف تي، رح تكون عباره عن، رح ابدا من زيرو، طبعا انا في عندي قيم قبل الزيرو، بس لو بدينا من زيرو رح تكون ار اوف زيرو، لانه هاي قديش؟ هذه هون ار اوف زيرو، مضبوط؟ لها قيمه هون عند تايم زيرو. اذا ار اوف زيرو مضروبه في ايش رح تكون؟ في اي وحده من هذول؟ في الدلتا تي. زائد هاي رح تكون قديش؟ هذه ار اوف كابيتال تي مضروبه في لامدا تي ماينس كابيتال تي، اذا هذه هون ار اوف كابيتال تي مضروبه في لامدا تي ماينس كابيتال تي. ولو رجعنا لورا من هون راح تكون عندي ار اوف ماينس كابيتال تي، لانه هاي راح تكون لو اخذت نفس هاي المسافه هون راح تكون هاي هي السامبل اللي انا بدي اياها، وهذه هون كابيتال تي، وهاي هي السامبل اللي بدي اياها، وهاي وهاي راح تكون كار ار ماينس كابيتال تي، وهاي ماينس 2 كابيتال تي، وهكذا. اذا هون راح يكون عندي هذه ار
أو ماينس كابيتال تي مضروبة في دلتا تي بلس كابيتال تي، لأن هون كانت تي ماينس كابيتال تي. هل بقدر أحط هذه بشكل عام كفورم العامة؟ المعامل اللي جوا R هون إيش هو؟ زيرو، بعدين إيش يجي عندي هون؟ كابيتال تي، هون راح يجي عندي R 2T و 3T. إذا هاي بشكل عام إيش بقدر أحطها؟ R of NT R of N كابيتال T مضروبة في هذيك اللحظة اللي كانت هذه فيها N of T. شو كانت الدلتا؟ راح تكون shifted by قديش؟ NT. إذا راح تكون دلتا of T minus N كابيتال T. هذول راح يجوا عندي اذا السيجنال لها وجود من ماينس انفينيتي، بس طبعا ان ايش لازم تكون؟ انتجر، لانها مضاعفات الكابيتال تي. هذه راح تكون ماينس انفينيتي ذا بلس انفينيتي، هذه ار ستار. اذا هاي هي السامبل سيجنال، على فرض طبعا انه السيجنال لها قيم قبل ماينس انفينيتي.